بلاد الداخل عن طريق مثلا استغلال المؤهلات الطبيعية للمنطقة في إحداث أنشطة سياحية بيئية مسؤولة وإقامة مسارات سياحية ثقافية وتاريخية. كذلك تدعو الساكنة إلى تطوير قطاع الخدمات للاستفادة من فئة الشباب التي عبرت عن استعدادها للانخراط في هذا النوع من الأنشطة، وتوجيه الأنشطة الاقتصادية بالمناطق الصناعية الموجودة المحلية نحو قطاعات الصناعات الغذائية كمنتوجات البحر والمعجنات والزيوت. لذلك البرنامج الجهوي بالنسبة للجهة ديال قصيمة، المنطقة ديال قصيمة، ينبغي اعتماد نهج شامل وتشاركي مع مختلف الجمعيات المحلية ومؤسسات التنمية المحلية وهيئات المجتمع المدني للعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية المدرة للداخل، الاعتماد مرة أخرى على السياحة البيئية وإحداث مناطق متخصصة في الصناعات الغذائية وتطوير قطاع الخدمات. كما يجب العمل أيضا على تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وفك العزلة عن المناطق النائية، مثلا مثل الحي إنشاء طريق ثنائية بين كالاليريس وتربيست. من جهة أخرى يهدف البرنامج إلى تشجيع ودعم استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك الأمر الذي يستدعي تحسين الربط الجوي والبحري لمدينة القصيمة مع بعض الوجهات الأوروبية. بالنسبة للمجال الثالث اللي هو تطوان، الذي يمتد بالتدبير من الفنيدق إلى والدوح، أغلب المطالب والانتظارات تتصرف بالبنية التحتية وفك العزلة من جهة، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية واللوجستية بالمنطقة. فيما يخص شبكة المواصلات، هناك دعوات لتسريع إخراج مشروع الطريق السريع الرابط بين تطوان وميناء طنجة المتوسطة عبر خميس أنجرة، كذلك ربط منطقة تطوان جور بمدينتي تطوان ومرتيل لتسهيل ولوج واستقرار العاملين بها. هناك أيضا مطالب بإعادة تشغيل مطار تطوان الذي يوجد في حالة شبه توقف لفك العزلة عن المدينة وتشجيع الاستثمار والسياحة الخارجية. فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، هناك طبعا مطالب بإنجاز وفتح وتطوير منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالفندق، والعمل على توفير برنامج إنعاش وتأهيل منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية واللوجستية. لذلك يعمد البرنامج الجهوي إلى تعزيز دور تطوان في الإقلاع الاقتصادي للمنطقة عبر استغلال المؤهلات الخاصة بالمنطقة بشكل انتقالي، لأن منطقة تطوان للأسف لم تستفيد اقتصاديا من ازدهار الحركة التجارية بميناء طنجة المتوسط. هذا الإقلاع الاقتصادي يمر عبر تقوية شبكة المواصلات الجوية والبحرية والبرية والسكاكية وإيجاد بدائل ناجعة لمرحلة ما بعد التهريب الجمركي. فيما يخص المجال الرابع اللي هو شبشاون والريف الأوسط، تتمثل أهم انتظارات الساكنة في فك العزلة عن طريق تقوية الشبكة الطرقية بين التجمعات السكنية الأساسية. تنتظر الساكنة أيضا تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية عبر إنشاء مسارات سياحية مع تكميل الرصيد الطبيعي والجبلي للمنطقة وتأهيل الاقتصاد التضامني المحلي من خلال تشجيع المنتوجات المحلية، وكذلك تشجيع الصناعات الغذائية من خلال وحدات صغيرة الحجم مع خلق سلاسل القيم محلية. هناك أيضا انتظارات كبيرة فيما يخص مشكل القنب الهندي لتسوية الوضعية القانونية للفلاحين ومزارعي القنب الهندي، وكذلك استفادة الساكنة المحلية من مناطق تصنيع وتدمين القنب الهندي للأعراض الطبية والصناعية. لذلك يتوخى البرنامج بإطلاق برنامج تنمية للمناطق الجبلية الوعرة عن طريق التمدن، ويتم ذلك عن طريق إطلاق سياسة إقليمية ومحلية لتعزيز وإنشاء تجمعات سكنية لائقة تتوفر على بنية تحتية محترمة للخدمات الأساسية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية عبر إنشاء تعاونيات لتثمين المنتجات الزراعية ووحدات إقامة سياحية طبيعية. بالنسبة للمجال الخامس اللي هو مازال، تنقسم مطالب وانتظارات الساكنة إلى عدة أقسام، منها ما هو مرتبط بالبيئة والطبيعة، ما هو مرتبط بالتجهيزات والبنية التحتية، وما هو مرتبط بالقنب الهندي. في مجال البيئة والزراعة، هناك مطالب بتوفير خدمة الماء الصالح للشرب على مدار السنة والحد من فقر وضعف جودة التربة بسبب عوامل التعرية الشديدة بالمنطقة. كما تنتظر الساكنة إيجاد بدائل ناجعة للاستعمال المفرد للخشب الذي يترتب عنه تراجع للغطاء الغابوي.
هناك ايضا مطالب الرفع من مردوديه اشجار التين والزيتون وتثمين سلاسل انتاجنا. مطالب من ناحيه البنيه التحتيه، مطالب انشاء مستشفى متعدد الاختصاصات في مدينه وزان تتم فيه معالجه الحالات الخاصه عوض نقلها الى مدن اخرى، واطلاق مشروع طريق السيار طنجه فاس عبر وزان. في المجال الثقافي والسياحي يهدف البرنامج الى تنميه البنيه السياحيه بوزان ولا سيما تلك المرتبطه بالسياحه الروحيه. فيما يخص الكنة الهندية كما اسلفنا الذكر، هناك مطالب بتسوية الوضعية القانونية لصغار مزارعي الكنة الهندية في إطار تقنين هذه المادة لأغراض طبية وصناعية، وكذلك إنشاء وحدات محلية لتصنيع وتنمية هذه المادة. لذلك يهدف البرنامج إلى استثمار أمثل للإمكانيات الفلاحية للإقليم لكي تأخذ وزان مكانتها المستحقة على المستوى الوطني. يتم ذلك عن طريق تقويض دور الهيئات الوسيطة من جمعيات ونقابات محلية للنهوض بالأنشطة الاقتصادية وبالحوار الاجتماعي البناء بين مختلف الأطراف المعنية. كما يهدف البرنامج إلى مراجعة الزراعة الحالية والسياسة الزراعية الحالية التي تتميز بضعف المردودية، وإلى إرشاد ومواكبة المزارعين نحو بدائل مربحة ومستدامة ملائمة لظروف المنطقة. من جهة أخرى، هناك فرص لتطوير وتحديث الزراعة المحلية من خلال إنشاء ورش صناعية صغيرة لتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية المحلية. بالنسبة للمجال السادس، هناك مطالب بإنشاء طريق مزدوج بين العرائش. تطالب الساكنة بإنشاء طريق مزدوج بين العرائش وتطوان على غرار طريق العرائش القصر الكبير. هناك مطالب بتأهيل وتطوير الشريط الساحلي على غرار كورنيش أصيلة واستغلال مساحة الخضراء بغابة العرائش لإنشاء حدائق ترفيهية للأطفال ومسالك رياضية للجميع. في الجانب الثقافي والرياضي، هناك دعوات لفتح أبواب المركز الثقافي القريب من الميناء بالمدينة القديمة والتسريع بفتح المسبح المغطى، وكذلك إنشاء قاعة رياضية مغطاة متعددة الاختصاصات الكروية كرة السلة وكرة الطائرة. بالقصر الكبير، هناك انتظارات لإنشاء معهد للتكنولوجيا الفلاحية يواكب إحداث المنطقة للصناعة الغذائية بذات المدينة. لذلك يهدف البرنامج إلى منح العرائش تموقعا جديدا في سلسلة القيم الوطنية والدولية. هذا التموقع يأتي من خلال إنشاء منطقة للصناعة الغذائية متخصصة في تنمية المنتوجات الفلاحية المحلية وإحداث مناطق صناعية للخدمات واللوجستيك، وكذلك إنشاء سوق إقليمي كبير يجعل من العرائش مركزا حقيقيا لتسويق الأسواق الإقليمية الأخرى بالخضر والفواكه. هذا التموقع الجديد ينبني أيضا على إطلاق فكرة مشروع محطة للقطار فارق السرعة TGV على مستوى العرائش للاستفادة من الموقع المتميز للمدينة على محور الدار البيضاء من الطرف المتوسط. كملخص، رأينا كيف يمكن للبرنامج الجهوي لحزب الاستقلال في جهة طنجة تكوان الحسيمة أن يثمن الطاقة الكامنة بالمنطقة بشكل انتقالي عن طريق مجموعة من البرامج المجالية المنسجمة والمتكاملة فيما بينها، تشمل عدة محاور من بينها تعزيز الأقطار الحضرية وتقوية الجاذبية الاقتصادية، إطلاق تنمية المناطق الجبلية الوعرة عبر التمدن، الاستثمار الأمثل للإمكانيات الفلاحية للمنطقة، التموقع الأمثل في سلسلة القيم الوطنية والدولية، وكذلك انخراط المنطقة الاستقلالية من أجل تنمية شاملة ودامجة وتشاربية. ولحزب الاستقلال خزان محترم من الطاقات البشرية المتميزة ذات المعرفة الميدانية الدقيقة والتي لها من المؤهلات ما يمكنها من الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ومن تنزيل مبدأ الإنصاف المجالي العام.